السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. دونك في الفيديو ديال اليوم غنشوفو ايفالواسيون دو لا كومبريونسيون اورال دو لا باج 9. دونك كيف ما كتشوفوا معايا هنا عندنا اربعه ديال الصور. اون ا 4 ايماج، اون ا 4 ايماج، اربع صور. هاد اربعه صور كيمثلوا لي شي حوايج. اول حاجه غادي نشوفوا هاد الصور، نقولوا شنو كاين فيهم، شنو كيطرا، باش نعرفوا نجاوبوا على الاسئله اللي تقدروا يتحطوا لنا على هاد لي زيماج. من بعد من غنفهموهم مزيان غنزلوا لتحت نلقاو واحد 6 ديال الاسئله غادي نجاوبوا عليهم اللي عندهم علاقه بهاد الصور. متفقين؟ نبداو. اذا الصوره الاولى شنو هذا؟ ان غارسون، ولد. Qu'est-ce qu'il fait? ماذا يفعل؟ Il mange. يأكل. Qu'est-ce qu'il mange? شنو كياكل؟ واش من وجبة؟ Quel repas? Repas هي وجبة. اش من وجبة؟ Quel repas؟ واش كيفطر؟ واش كنفطروا حنايا باللحم وبالجلبانة والطاجين والخبز وداكشي؟ نو. شنو كيدير؟ كيتغدى. Il prend son déjeuner. كياخذ وجبة الغداء ديالو. امتى كياخدها؟ واش كياخدها في الصباح مع الفجر؟ لا، كتبان الشميشة هنايا مطنطنة. دونك ا ميدي مع 12. ا ميدي صافي. بالنسبة ليماج دو شنو عندنا هنا؟ عندنا اون في. اون في شنو كدير هاد البنت؟ واش كتغدى؟ لا، وانما كتفطر. Donc elle prend son petit déjeuner. كتاخد وجبة الفطور ديالها. من بعد ما سالت وجبة الفطور شنو دارت؟ elle se brosse les dents. حكات سنيناتها. وحنا عارفين بلي السنينات ضروري خاصنا نحكوهم après chaque repas. من بعد كل وجبة. فطرنا خاصنا نمشيو نحكو سناننا. تغدينا نمشيو نحكو سناننا. تعشينا نمشيو نحكو سناننا. كلينا شي حاجة حلوة بيمو شي حاجة ما بين الوجبات بحال هكا، شنو نديرو؟ نمشيو نحكو سناننا. علاش؟ على قبل السوسة، باش ما تنوض ليناش السوسة في السنينات ديالنا ويبقاو زوينين. متفقين؟ حيت إلا ناضت السوسة ومشاو ليكم السنينات غتكبرو واحد شوية ويولي عندكم شي 20 30 عام، غتمشيو تحيدو السنينات كاملين وتوليو تهضرو بحال هكا. متفقين؟ دونك يفو توجور سو بروسي لي دون. خاصكم دائما تحكو السنينات ديالكم. نوصلو نعاود. مانون جو باس على ليماج 3. هاد الصورة شنو عندنا فيها؟ واحد الطفل. هاد الطفل كيضحك؟ لا، ما كيضحكش. علاش؟ حيتاش عندو النجوم تيطيرو فوق الرجل ديالو. هما ماشي نجوم حقيقيين، ولكن هاد النجوم كنقصدو بهم الالام، لي دولور، الالام، لي دولور. وعندو هنا الدم، دو سان، لو سان هو الدم. الدم خارج ليه من رجليه، وسروالو مقطع، وحالته حاله. علاش؟ باسكو إلا طومبي، سقط. منين؟ من الدروج. كيبان الدريجات حداه. وعلاش طاح من الدرور؟ واش هو كان غادي كيتمشى في الدريجات مأدب ومتول وداكشي وطاح؟ لا، كاين باينه كيجري وكينقز في الدروج. اي واحد كيجري تينقز في الدروج بزاف الحوايج كيطراو ليه دي بروبليم. دونك شنو خاصنا نقول لهاد الدري؟ اي نو فو با كورير دون لي زيسكاليي. ما خاصكش، باردون، ما خاصكش تجري في الدروج. اي فو با، il ne faut pas courir dans les escaliers. دابا ندوز للتصويره الرابعه. شنو عندي فيها؟ عندي هنايا موسم. شنو هو الموسم بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش؟ الموسم هو واحد الاحتفال اللي فيه كيكون التبوريده. شنو هي التبوريده؟ هي واحد الناس اللي كيركبوا فوق العودانات ديالهم وكيجريو فحال هكا وكيضربو بهاد المكحله ديالهم، كيديرو قرطاس في السماء.
وكيجيو هنا بزاف الناس باش يشاهدوهم. وحداهم شنو كيكون هنا؟ كيكونوا بزاف ديال لي طانط اللي هما الخيمات اللي فيهم كيكون كيتباعوا شي حوايج، المهم بزاف الحوايج كيكون في الموسم، والناس كيجيو من جميع الدول. صافي فهمنا دابا الاسئله كاملين، دابا غادي ندوزو لياش فهمنا لي زيماج، دابا ندوزو للاسئله. اول سؤال، او اي كان بران تو تي روبا، فين وامتى كتاخد لي روبا ديالك؟ دونك لي روبا ديالي كناخدهم في الدار، في لا كويزين ولا في لو صالون، سي با غراف. دونك غادي نقول جو بران مي روبا، وجباتي، المهم جو بران مي روبا à la maison. Yak? Quand prends-tu le repas? Imta que tu achètes le repas d'yelk. Donc, tu n'achètes matin. À midi. Moi, je ne sais pas si je vais faire ماجيسكول، اما تكتبوهاش ماجيسكول. شنو هي ميدي؟ ميدي هي مع 12. دونك ناخذ الوجبات ديالي ماتان ا ميدي، وامتى؟ لو سوار. شنو هو لو سوار؟ هو المساء. اي لو سوار. صافي دابا غادي ندوز لا كيسيون 2. شنو طالبين مني في لا كيسيون 2؟ في لا ليست دي روبا كو تا بري ايير، قول لينا الوجبات اللي خديتي البارح. دونك البارح، ايير، اش تكون ماجوسكول، ايير جي بري 3 روبا، البارح خديت 3 الوجبات اللي هما شنو؟ Le petit déjeuner du Wolf Thor. T'as vrai? Donc, le petit déjeuner. Donc, elle dit N-E-R. T'as vrai? وخديت لو ديجوني متفقين. وشنو خديت؟ لو ديني. شنو هو لو ديني؟ لو ديني هو العشاء. العشاء كناخذوه في العشيه، ماشي مهم، يقدر يكون عشاء، يقدر يكون يعني حاجه كتاخذها في لو سوار. لو دي ني. صافي دابا غادي ندوز ليكزيرسيس ولا لا كيسيون 3. دي سو كو تو في ابري شاك روبا، شنو كندير من بعد شاك روبا؟ ابري شاك روبا Après chaque repas, je me dis repas, je me dis, je me brosse les dents. Je me dis, c'est une chose. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Sual rabe. Tu dois conseiller ton petit frère parce que tu نصح الاخ ديالك الصغير ولا ta petite sœur ولا اختك الصغيره ولا ton ami صديق ولا صديقه ديالك de se brosser les dents après chaque repas. Que lui dis-tu؟ شنو غادي تقول ليه؟ باغي تنصح الصديق ولا الصديقه ديالك باش يحك سنانو après chaque repas. غادي نقول ليه انصحك، je te conseille de bien brosser
tes dents après chaque repas. نقول لك كنصحك تحك مزيان سنانك من بعد كل وجبة. صافي. La question 5. Explique à ton ami ce qu'il ou ce qu'elle ne doit pas faire pour éviter les accidents. شنو ما خاصهاش دير ولا شنو ما خاصوش يدير باش يتفادى الحوادث. دونك غادي نقول لي pour éviter les accidents. شنو خاص يكون؟ خاص يكون حذر. شنو معنى حذر؟ هي بخودان. دونك غنقول ليها ولا غنقول ليه tu dois être شنو بخودان. دونك tu dois être خاصك تكوني ولا تكون prudent حذر. حذر يعني تحضري راسك من الضو ما تقيش الضو، تحضري راسك من شي حاجه سخونه، تحضري راسك في الطريق من تكون تقطع الشانطي. دونك هذه هي prudent حذر. اخر سؤال explique observe l'image 4 اللي هي هذه puis décrit et raconte ce qui se passe pendant un موسم. غنشوفوا هاد الصوره من بعد نحكيو شنو كيطرى في الموسم. دونك في الموسم غادي نكتب pendant un موسم pendant un موسم خلال واحد الموسم les gens ناس سنقعد لكم هذا. دونك لي جون ناس متفقين. دونك لي جون viennent kijiu. Donc les gens viennent partout يعني kijiu من جميع الأنحاء ديال المغرب مثلا. donc partout. Donc, pendant un موسم, les gens viennent partout. Pour bêche, pour voir les spectacles, l'orode de l'équitation. شنو هي ليكيتاسيون؟ هي الفروسيه يعني كيركبوا الخيل وكيبقاو يلعبوا بيه. هذه هي ليكيتاسيون. دونك بور فوار لي سبيكتاكل دو لي كي تا سيان. صافي. دونك بوندون ان موسم لي جون فيان بارتو بور فوار لي سبيكتاكل دو لي كيتاسيون. دونك فوالا هادشي اللي كاين في هاد الصفحه. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا، استفدتوا كلمات وحاولوا تعقلوا عليهم وتبقاو تطبقوهم في حياتكم باش تبقاو عاقلين عليهم مزيان. دونك نتمنى تكون عجبتكم الفيديو. ما تنساوش الى عجبتكم تخليوا ليا لايك وتشتركوا في القناه ديالي باش يوصلكم فيديوهات المجانيه. تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف. السلام عليكم.